السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم ان شاء الله. راه فيديو زيد الله يحفظك. السلعه راه مليحه الخوت تبارك الله. راه جاو عندنا شي اخوان من ناظور وراجينا الولاد يعيش عند الاخوان عند السي مصطفى والشرقاوي. خدينا مع عندهم السلعه والسي حميد. ولادي عيس اقليم فقيم صالح ياك خويا ولادي عيس تبارك الله. خدينا واحد ال 20 هنا، خدينا بشي 36 قال 200 وخدينا شي بركه ب 35. الله يبارك. وغنمشيو عند ديك السلعه ديال مصطفى تاهي نصوروها. بحال شحال ولات دابا كلشي؟ هذيك وهذه شي 47 على 47 راس هذه اللي خدينا الخوت. والله يسر الامور، الله يدير الخير ان شاء الله. راه باغي نترسي ولاد الناس حل 100 ديال الخروف ان شاء الله، وغنصيفطوها للناظور ان شاء الله لسخر الله. الله يحفظك. سلعه مليحه تبارك الله وكاليتي. وغنم ديال تاد الخوت راه معروفه بالمليحه، معروفه اصيليه. الله يبارك والله يسر الامور، الله يدير الخير الخوت. وكملوا معنا الفيديو ان شاء الله، راه غنسوقوا الجمعه ديال ولادي عيش ان شاء الله ونكملوا السلعه ان شاء الله. سير سير ديو سير الله يسر. حميد وايون معنا غدا ان شاء الله، نكملوا الفيديو نمشيو للجمعه نكملوا 100 راس ان شاء الله. يلا سيروا الدراري، سيروا سيروا ديوا هاد الغنم اخرى سيروا. هنا ولاد ولاد العيش ياك؟ ولاد العيش ولاد العيش قدامي دور قدام اقليم فقيه بن صالح ياك؟ الله يبارك. هذا هو الدوار ديال العماري المغني. ها السلعه غادي ديال الزغن غنى الخوت غادي الناظور ان شاء الله. تحيه الناس الناظور وتحيه الناس العروي الزغنغن، تحيه الناس الزغنغن واحد واحد. وخاطر عمي يحيى مرحبا، التحيه كامله. قول قول من هنا الباغل ياك؟ من هنا الباغل تبارك الله. اللهم بارك الخوت. 47 راس هادي تبارك الله. الله يبارك. والكاليتي ديال الغنم غنم تادلا راه معروفه بالمليح تبارك الله. اللهم بارك. خدينا لهاد الناس تبارك الله هنا اليوم من الناظور، الله يدير الخير. الله يبارك. قاعد تجي قاعد. وغدا ان شاء الله راه نمشيو للولاد يعيش ان شاء الله، نكملوها 100 ان شاء الله. والله يسر الامور ونصيفطوها للناظور ان شاء الله الزغنغن ان شاء الله. الله يبارك والله يدير الخير. 1775 درهم تبارك الله باش طاحت كامله 47 راس الخوت ولا مليحه تبارك الله. الله يبارك والله يسر الامور الله يدير الخير. غنجيو نشرجيوها بالليل ان شاء الله من هنا ونمشيو للسوق ان شاء الله نكملوا 100 راس. يلاه سير خليها تدخل سير 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 كواك سير. الله يبارك. سير خليها تدخل خليها تدخل ونخليوها هنا ان شاء الله الخوت مع الجوج ديال الليل ونشرجيوها للثلاثه. الله يسر الامور. ساعة نمشيو للجمع ديال ولادي عيش بني ملال نكملوا 100 راس ان شاء الله ونصيفطوها للناظور ان شاء الله. يسر الامور. شريتها مع عدد الناس مع الشرقي الله يسر الامور. والسي مصطفى اللحية ولادي عيش ولاد عيش ياك؟ ولاد العيش ولاد العيش ولاد العيش. راني جيت ولاد العيش الخوت. ها كيفاش خدمت؟ راه 48 كيلو. حسبت انا 48 كيلو. راه حسبت انا 48 اشتي باش نشوف انا. راه حسبت 48. الله يبارك الخوت الله يدير الخير. الدار نكملوها ان شاء الله 100 راس والله يدير الخير الخوت والله ييسر الامور. لا لا مليح تبارك الله، سلعه مليحه تبارك الله، سلعه منوره. اللهم بارك والله ييسر الموالي ان شاء الله اللي داو والله ييسر لهم الله يدير الخير. اش تنطلبوا؟ هاو معنا تنكملوا الفيديو ان شاء الله غدا ان شاء الله بالجمعه. السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم. احنا رجينا للجمعه ديال ولادي عيس او راس التمر راس غالي. احنا ما شريناش الخوت كنا نكملوا داك الفياج راه ما كملناش. اش بان لك عز الدين؟ شرينا واحد 15 درناها في الكاميو ما عجبتنا كاع والله ما عجبتنا. كاين الثمن ما كيكون كاين المليح ما كاين فاش تخيروا الثمن خيالي. الثمن ما كاينش في السراغنا كاع عفوا الله. والحبوب سلعه الحب عفوا الله صح. ايوا الخوت هادشي اللي عطى الله هو هذا ان شاء الله. غندور نشوف لكم الاثمنه والله يسر الامور الله يدير الخير. و نكملوا لكم بالاثمنه ان شاء الله. الفياش ما نشارجيوش اليوم الخوت ان شاء الله نمشي للبروج نكملوا السلعه ان شاء الله. خاصنا واحد 60 نزيدوها من البروج ان شاء الله نسخر الله اللي نصيفطوا الفياج نهار الاحد ان شاء الله.
نصيفطو الناظور ان شاء الله. عمي شحال الثمن عمي؟ 92 3 تبارك الله، الله يبارك. 92 3 الخوت اتمال العفو الله تبارك الله الخوت 92 الله يبارك 4600 درهم. اللهم بارك والله يسر الامور، الله يدير الخير، الله يسر عمي. امين اللهم بارك. ولد العم كيداير بخير؟ صحه مزيان خويا، الله يحفظك. هاد الجمعه ولدي عيشه العزم اش من عماله؟ بني ملال والمرضي ياك. الله يحفظك خويا، الله يبارك تبارك الله. الله يحفظك. وهاد الخرفان شحال الثمن اخويا؟ 34 و400 تبارك الله، 1720 درهم. الله يبارك الخوت تبارك الله، اللهم بارك، الله يبارك. جمعة ولادي عيش أول مرة على القناة الخوت، وتحياتي للإخوان داخل الوطن وخارج الوطن. لازقة على صاحبك. والله يسر أولاد العم. الله يعاون خويا. والعمورات شحال يا عمي الله يحفظك؟ والعمورات يا صاحبي عندنا 25. الله يحفظك تبارك الله، اللهم بارك. 25. 1250 درهم. لا كاين المليح تبارك الله، تصيلة ديال الكسيبة تبارك الله، ديال العشاق هادو تبارك الله. الله يبارك. شنو الحليب ياك عمي؟ الله يحفظك يا عمي تبارك الله، الله يبارك فيك، الله يحفظك يا عمي. مرحبا. يشوفوك الحباب. الله يحفظك. الوليدات لكن شي وليدات؟ لا ما بقات خدامات هذيك صافي. الله يحفظك. 25 عمي ياك؟ 1250 درهم. الله يبارك تبارك الله، والله يسر لك يا عمي، الله يعاونك، الله يحفظك ليا تبارك الله. اللهم بارك الخوت. ولد العم الثمن شحال المرضي؟ 26. هذوك 5000 يوم الحنه 26 و600 تبارك الله. 1000 شويه ما بقاش انت في البهيمه صح. 1330 درهم. الله يبارك تبارك الله، خرفان زوينين تبارك الله، اللهم بارك. وعثمان جينا اليوم عندكم لهاد السوق ما سرينا والو، ما جانا الثمن وما كاينه السلعه، السلعة قليلة 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 السلعة. السلعة ياك؟ لا لا قليلة السلعة، ما كاينة السلعة. ما فيش والله، إلا جينا الكاميو بغينا نكملو زعما الفياج ونصيفطو من الناظور، ولكن إيوا يفرج الله إن شاء الله. الله يحفظك خو عثمان، والله يسر أخو عثمان، الله يعاونكم الله يعاونكم. اللهم بارك. خو الشرقي كيداير بخير؟ عبد العالي الله يحفظك. عندكم الثمن اليوم؟ الثمن وكاين المليح، ولكن المليح قليل. السلعة قليلة أخو عبد العالي، السلعة قليلة. الثمن شحال أخو عبد العالي الخير؟ هذا كله حسابه هذا 40. هينا هما؟ هذوك بجوج 40000 الواحد، 2000 درهم الواحد الخوت هذو تبارك الله. هذاك 37. قول لنا كله ثمن أخو عبد العالي. 37 الثلاثة 1850 درهم. 37 الثلاثة الخوت. هذاك 35. هذاك 35 1750 درهم. الله يعطيك الصحة. هادو 43 سي عبد العالي، الله يبارك. 2150 درهم 43. هادو 43 الخوت، الله يبارك تبارك الله. هادي تباعت عبد العالي؟ تبارك الله، اللهم بارك. هادي تباعت 33 الخوت، اللهم بارك تبارك الله. لا سلعه نقيه يا عبد العالي، الله يحفظك، الله يبارك تبارك الله. المرقد زين. لا المرقد زين ديال ولادي عيش تبارك الله. ياك بني ملال ياك؟ الله يحفظك، اقليم بني ملال الخوت، الله يبارك. اللهم بارك. ونهار تكون السلعة موجودة، من شهر تكون السلعة موجودة في هذه الجمعة؟ شهر ثلاثة. شهر ثلاثة؟ مارس ياك؟ الله يحفظك. تيكون نوار. تيكون نوار. إن شاء الله الله يرحمنا ويعطينا شي بركة ديال الشيء اللي قد ندفع. الله يسر خويا عبد العالي. الله يحفظك تحياتي لك. بارك الله. سي عبد العزيز كيداير بخير؟ هذا راه السكر قديم هذا الراجل هذا. ها؟ الله يحفظك. شحال شحال الثمن سي عبد العزيز هاد الجوج؟ شحال؟ 64 تبارك الله، 3200 درهم، 64 الخوت هادو، الله يبارك. الله يبارك والله ييسر الامور، الله يدير الخير، والله ييسر لكم اولاد العم، الله يحفظكم. ولد العم كيداير بخير؟ شحال هذاك الحولي تبارك الله؟ 46 2300 درهم الخوت. شنو الحليب ولد العم؟ الله يحفظك، الله يكرمك، الله يبارك. دير عمي مرحبا مرحبا. الله يبارك والله ييسر الامور، الله يدير الخير. شو اتجاه اخر؟ الله يعاونك عمي، الله يعزك خويا، تحياتي لك. بارك الله. اللهم ولد العم كيداير بخير؟ شحال هاد الحواله تبارك الله الثمن؟
98 تبارك الله 98 الخوت الله يبارك تبارك الله الله يبارك 98 4800 درهم 96 ولا 98 98 4900 درهم الخوت الله يبارك 98000 ريال الله يبارك سنا الحليب ياك الله يحفظك عمي الله يبارك بارك الله اللهم بارك الله يسر عمي الله يعاونك اللهم بارك كدير عمي بخير شحال هاد العبوره تاع عمي 21 الله يحفظك الله يبارك تبارك الله 21 1050 درهم الله يبارك بارك الله اللهم بارك الخوت الله يبارك الله يبارك والله يسر الامور الله يدير الخير رجعنا لهاد السوق بغينا نشريو سلعه نكملوا حال الفياج ما سخرش الله ايوا اللي فيه الخير الله يسهل فيها الخوت الله يدير الخير الله يسر عمي